تعمي بقى علي طلع المحمد لا اله الا الله طلع محمد لا اله الا الله ما يحلى الشاي يا جماعه الخير الا في الاستكانه الا لنا شهر ما شفنا الاستكانات ايش معنى طلعوا اليوم الظاهر ان الانتقاد فاد عمي ابو علي كنا الحريمات ذليل اللي ما يطلعون الصحون الزينه الا يوم العيد هذا امي انا ما اطلع المعين الزينه الا يوم العيد ولا لجو ضيوف ولا طول السنه نشرب قلاص جب حلوه والجو الحلو والشاي الحلو ها والجو الحلو ايش راي والله يا عم ابو علي اللي عند باب المزرعه اسمعوا الصوت تمطع تمطع عمي ابو علي ما كذي يشربون الشاي كذي يشربون المرقه شرب شاهيك ولا شار شار بدويش اي تضحك عليهم ترى ما يقدر لازم يشرب يبا جيب الغوري حطه يا عمه جيب الغوري والله بتعبكم رايحين جايين